صحيح حاجة من الحاجات يعني. ده بالنسبة للمجموعة دي تتاخد أورال وبيتا لاكتاميز ريزيستنت، فدي مجموعة كويسة يعني. البرود سبيكترم ده سؤال بقى يعني، أنا أقول لكم الاسم بقى وربنا يعينكم إن شاء الله لو حصلوا وتقابلتوا في الشافوي، دكتور عبد الرحمن النجار. الناس اللي أسئلتها مختلفة شوية ودرجاتها مختلفة برضه شوية يعني، مختلفة قوي يعني عن الناس. بيسأل كتير قوي في الأمبسيلين والأموكسيلين والحتة دي. دول مجموعة يقول عليها برود سبيكترم. يعني إيه برود سبيكترم بس الأول؟ هو اللي فاتوا كانوا كلهم إيه؟ يعني إيه نارو؟ يعني جرام بوزيتيف كله وكاي وباسيلاي، وجرام نيجاتيف وكاي وما لهمش دعوه بالباسيلاي. كويس؟ البرود سبيكترم اللي فات ده زائد معظم الجرام نيجاتيف باسيلاي، معظم مش كله. اشتغل على كل الجرام نيجاتيف اللي انت تعرفهم ما عدا حاجه اسمها البروتياس والسودومونس وكليبسيلا. احفظها بقى زي ما انت عايز. يعني في ناس بتقولها كوباب، انا عمر اسمعها استغربت قوي، ايه كوباب دي؟ هي كنت عارفين كوباب بالعربي؟ عارفين كوبا؟ كوبا وكده، الكوبا دي كلمة قديمة شوية بس كان لسه موجود جمعها كوبا أكيد صح؟ فهي عشان تفتكرها بقت كوباب بالبي يعني، بالبي تقيلة اللي هي بي العصاية اللي تحت. أيوه هي دي. المهم دول بقى ما بيشتغلش عليهم البروسبكت. فيهم بقى دوائين مشهورين قوي المجموعة دي فيها دواء اسمه الأمبيسيلين. أنا يعني برضو من الحاجات اللي افتكرها يعني مرة دكتور عبد الرحمن سأل واحد تعرف ايه عن الأمبيسيلين؟ وانت تعرف ايه عن الأمبيسيلين دلوقتي؟ صح؟ مش خلاصة والله؟ انا عارف ان هو بيتا لاكتام انتي بيوتيك صح؟ وعارف ان هو هو على فكرة الناتشرال اللي في القصة كلها البنزايل اللي هو بنسيلين جي والفي دول الناتشرال 100% الباقي كله سيمي سينتاتيك، يبقى اكيد الامبيسيلين سيمي سينتاتيك. طيب الامبيسيلين بيشتغل ازاي؟ انت ليه متفاجئ؟ مش احنا بنشرح من ساعتها؟ هو الامبيسيلين ده لو سالت على ميكانيزم اوف اكشن هقول ايه؟ هقول هو بكتيري سايدر بيشتغل باي انهبيشن اوف سيل وول. انت عارف بقى التفاصيل، مسك في البنسيلين بايننج بروتين وعمل انهبيشن ترانس كده يعني. طيب الأمبيسيلين بقى من الأدوية اللي هي ما تتخدش أوراً، يعني أسد أسف تتاخد أوراً، يعني أسد ريزيستنت ينفع يتاخد أوراً بس بيتا لاكتاميز سنسيتيف. يعني ايه؟ ما ينفعش عالي الاستاف. كويس؟ مشكلة الأمبيسيلين ان هو امتصاصه من الجي اي تي مش حلو قوي بالذات لو بعد الأكل. أنا كان نفسي والله يبقى في وقت أقول لكم الحاجات الكلينيكال بس للأسف بقى الدواء ده ما ينفعش يتاخد بعد الأكل او بعد الاكل على طول، يعني تاخده يا اما قبل الاكل بساعه يا بعد الاكل بساعتين لان امتصاصه يقل قوي in the presence of food. طيب قاعده بقى مهمه، الدواء ده برود سبيكترم وامتصاصه مش حلو يعمل ايه في الجي اي تي؟ يعمل سبريشن على النورمال فلورا ويدي فرصه ان يحصل سوبر انفكشن. فمن اشهر عيوب الامبيسيلين ده دايريا، تلاقي غالبا سببها ان حصل سوبر انفكشن، انت وقفت معظم الفلورا وبدأ مثلا حاجة زي الكاني ده تزيد شغلها شوية، الستاف طالما بيموتهاش تزيد شوية يبدأ يعمل ما يسمى بالسوبر انفكشن. ودي على فكرة قاعدة حطها في أي دواء من البرود سبيكترم أنتي بيوتكس، لو اتاخد أورال وما كانش امتصاصه كومبليت يعمل مشكلة السوبر انفكشن. هي أسوأ صور السوبر انفكشن إيه؟ ده علينا الكلام ده على فكرة، سمعتوا حاجة اسمها سودو ميمبرنس كولايتس او حاجه اسمها انتيبيوتيك اسوشيتد سودو ميمبرنس كولايتس؟ يحصل لو انا اخدت دواء من دول بيبقى سببها يا اما كانديدا واوريك ان شاء الله في الكتاب وعلاجها هتعرفه، يا اما حاجه زي كلوستريديم ديفيسيل او حاجه اسمها ستاف اوريس لو هي موجوده. ده ولازم نعرف علاجهم ان شاء الله وجايين في العيوب دلوقتي بتاعه الدواء حالا. طيب المهم ان انا عرفت بقى الامبيسيلين ده امتصاصه مش كويس وبيقعد في الجي اي تي وبيعمل مشاكل في الجي اي تي. الاحسن منه بقى الدواء اللي تحته اللي هو بيقول عليه الاموكسيسيلين النمره 2 دي هقولها لك حالا، بس خلينا نقارن بين الامبيسيلين والاموكسيسيلين. الاموكسيسيلين فيه ميزه حلوه قوي ان هو تقريبا كومبليتلي ابزوربد. الميزه اللي في كده احتمالات السوبر انفكشن اقل بكتير وديوريشن اطول شويه.
الامبيسيلين مش كله بيوصل مش كده، فلازم كل 6 ساعات تدي جرعه. الامبيسيلين تقريبا كله بيوصل للبلط، فتلاقي الديوريشن بتاعته اطول شويه. الفرق الثالث، تفتكر مين يعالج انترايتس احسن، امبيسيلين ولا الاموكسيسيلين؟ الامبي. اشمعنى؟ يعني في جاي تي شويه اكتر من الثاني، فده تلاقي دايما في الانترايتس الامبيسيلين اقوى شويه. ده بالنسبه للفرق بين الاثنين دول. البرو امبيسيلينز دول فكرتهم ايه بقى عشان برضو تبقى فاهم؟ سمعت زمان حاجه اسمها برو دراجز زمان كده اول السنه؟ يعني ايه برو دراج؟ يعني اكتف كومباوند بيتحول جوه الجسم الاكتف ميتابولايت، مش كده؟ فكره البرو امبيسيلينز ايه بقى؟ هم حطوا على الامبيسيلين حاجه اسمها الاستر جروب، يعني الدواء بقى عباره عن امبيسيلين زائد استر جروب. اللي حصل ان الاستر جروب لما اتحطت على امبيسيلين حسنت قوي الابزوربشن بتاعه، فتجنبنا مشكله السوبر انفكشن، صح؟ الى حد كبير، وزودنا الديوريشن. بس مشكله ان الدواء ده ما بيشتغلش، صح؟ ده برودراج. لما يعدي على الليفر يحصل حاجه اسمها دي استريفيكيشن. محتاجه شرح؟ يعني ايه دي استريفيكيشن؟ شلنا الاستر جروب وتحول الدواء الى امبيسيلين. هتلاقي معظم الاسامي بقى عشان الام سي كيو فيهم جزء من الاسم امبيسيلين، يعني في باك امبيسيلين وبيف امبيسيلين وتال امبيسيلين، كلهم عباره عن برو امبيسيلين، او يسموهم امبيسيلين استرز او برو دراجز اوف امبيسيلين. صعب يا جماعه الكلام ده؟ طيب خلصنا كده من البرود سبيكترم. المجموعه اللي بعدها اسمها اكستندد سبيكترم، او بين قوسين اسمها انتي سودومونال. اشمعنى سموها كده؟ أنا كان مشكلتي في البرود سبيكترم مش عارف عالج كليبسيلا وبروتياس والسودومون. السودومون دي من أسوأ الحاجات لأن عليها أوتر ممبرين تالنت، وأخدتوا الكلام ده يعني عليها حاجز كمان زيادة يعني، فلازم الدواء يكون ليبيد سوليبل قوي عشان يقدر يعدي. المجموعة دي بتشتغل على كل حاجة بما فيها الثلاثة اللي قلناهم. أنا عايز بس النقطة نمرة، طبعا هما برود سبيكترم مش عارف إيه، ودي آر بيتا لاكتاميز، خلاص عرفنا المربع ده يعني اسمه بيتا. والنقطة الثالثة بقى خلي بالك منها عشان دي محتمل جدا دي سؤال جيف ريزون، هي تكملتها مع الأمينو جلايكوزايد. أنا أقول لك السؤال بقى وركز كده معايا، ولو عايز إن شاء الله تكتبه أو نبقى نجيبه لك مكتوب. الكومباينيشن أوف بينيسيلينز عموما بقى بما فيهم ده أو غيره زائد أمينو جلايكوزايد إز أ بينيفيشال كومباينيشن. كويس؟ إن أنا أحط بنسلن مع مجموعة جاية إن شاء الله اسمها أمينو جلايكوزايدز، دي بنفيشيال كومبينيشن، كومبينيشن حلوة. أنا هقول لك الإجابة دي صح، والسبب بقى الاثنين آر بكتيري سايدل. كويس؟ يعني إيه؟ يعني يحصل بينهم سينرجيزم. تمام. طيب السبب نمرة اثنين، الأمينو جلايكوزايدز دخولها جوه البكتيريا صعب شوية، فيتحسن دخولها لو انت بتدي بنسلين. حد فاهم حاجه؟ الامينو جلايكوزايدز بتدخل جوه البكتيريا عشان تشتغل بصعوبه، واقول لك الطريقه ان شاء الله حالا. لما بدي معاه بنسلين دخولها بيبقى اسهل. ليه؟ عشان انت شلت بارير، مش كده؟ شلت لها السيل وول، فبدا يبقى البنتريشن اوف امينو جلايكوزايدز بيتحسن بوجود البنسلين. السبب الثالث بقى، بيشتغلوا باي ديفرنت ميكانيزمز. يعني البنسلين بيشتغل على السيل وول انيبيشن، والامينو ده ان شاء الله نعرف يشتغل على بروتين. خلاص يبقى احنا عرفنا كده هم ليه مع بعض حلوين. وصلت؟ طيب في بقى اكسبشن او في بريكوشن مهم قوي، وده ممكن يجي سؤال لوحده. نيفر ميكس بنسلين ويز امينو جلايكوزايدز ان ذا سيم كونتينر او ان ذا سيم سيرنج. ليه بقى؟ بالظبط، البنسلين ده اسيديك، وهتلاقي كده مكتوب في وسط الكلام جاي من حاجه اسمها 6 امينو بنسلينيك اسيد. حلو. والامينو جلايكوزايدز ار بيزك، لما احطهم مع بعض في نفس السرنجه او في محلول واحد يحصل بينهم ايه؟ برافو عليك، برافو عليك، كيميكال انتاجونيزم. لازم تقول كلمه كيميكال دي، يعني لو ما لقيناش كيميكال في التصنيع انت ما جاوبتش. اسيد وبيز مع بعض بيضيعوا بعض الاثنين، مفهوم يا جماعه؟ يبقى صح ولا غلط ان انا ادي بنسلين زي ده كده اكستندد سبيكترم مثلا ويد امينو جلايكوزايدز؟ صح مش كده؟ واقول ليه صح؟ سينرجيزم، وده بيفاسيليتيت الانتري بتاع الامينو جلايكوزايدز، وده بيشتغل بطريقه غير التاني،
بس البريكوشن بقى never mix in the same syringe أو the same container. طيب مين بقى هي المجموعات الاكستندد؟ يعني عشان بس الMCQ في مجموعة اسمها كاربوكسي بنسيلينز ومجموعة اسمها اليوريدو بنسيلينز. تفرش معانا كتير على فكرة. الكاربوكسي بنسيلينز فيها أشهر ده اسمه الكاربينيسيلين. كاربينيسيلين في واحد شبهه كده اسمه كاربينيسيلين إن دنايل. أخدت بالك الفرق بينهم؟ كاربينيسيلين مكتوب جنبه إيه؟ IV أو IM مش كده؟ والإن دنايل أوراً. يعني لو حطينا الاندرايل ما عارفش هو ايه الاندرايل ده، بس لما حطيناه على الكاربينسيلين بقى اسيد ريزيستنت. برافو عليك. وفي واحد اسمه تاي كارسيلين. معلش عشان بس توفر على نفسك معلومات كده، جنب الكاربينسيلين اكتب انه بيعمل حاجه اسمها بليتليت ديس فانكشن عشان ما تنساهاش بقى في الام سي كيو ده بيجي كتير قوي. الكاربينسيلين من اشهر عيوبه غير عيوب البنسيلينز كلها بقى اللي هنعرفها، بيعمل حاجه اسمها بليتليت ديس فانكشن. يعني ايه؟ صح، برافو عليك. يعمل بليدنج. العيان ممكن يجيب نزيف كده يكون بياخد بنسيلين، بص ليه جاله سيفير هيموريدج، وتقعد تدور ما تفهمش ايه المشكله، يطلع ان هو كان بياخد دواء زي كده بيعمل انيبيشن اوف بليتليت اكتيفيتي. المجموعه اسمها يوريدو، برضو كده اسامي عم ماشي عشان لو لقطتها في الام سي كيو. في دواء اسمه ازلو سيلين وميزلو سيلين وبايبراسيلين. واحد كان بيقول لي زمان بقى ايه ما سهلة ايه كلها سلم في الاخر، صح؟ يا فرحتي يا فرحتي ان انا عرفت ان ده بني سلم. يعني انا ما اعرفش بقى ده نارو ولا برود ولا بيتا لاكتاميز ولا ايه. ريفرسد سبيكترم دي حاجة من الحاجات العلمية ما بقتش صح قوي. ايه مقصود ايه بريفرسد سبيكترم ده؟ والبني سلم بيشتغل على ايه اكتر؟ على البوزيتيف مش كده؟ اكتر من النيجاتيف، لحد ما طلعوا بقى كده ده بيشتغل على النيجاتيف اكتر فسموه ريفرسد سبيكترم. يعني فيها شك شويه المعلومه دي ما بقتش موجوده. مش مهم بقى الاسامي، يعني بقراها كده عشان ام سي كيو. مثل اللي نام وبيف مثل اللي نام. الانتي بايوتكس بتاعت البنسلين يعني مذاكره كده على الماشي، صح؟ انا هقول لك وانت معايا بقى. الامبسلين بتاخد اورال، قصدي مش الامبسلين، البنسلينز كمجموعه بتاخد اورال ولا لا؟ صباح الفل. البنسلينز بتاخد اورال ولا لا؟ والله في سيادتك بيتاخدوا اورال اللي هم اسيد ريزيستنت، وفي حضرتك ناس ما ينفعوش اورال اللي هم اسيد سنسيتيف. طيب بيمتصوا كويس من الجي اي تي ولا لا؟ على حسب برضه حضرتك. معظمهم بيمتصوا اورال ما عدا دواء كده مشهور ما ينفعش يتاخد مع الاكل اللي هو الامبيسيلين. مش كده؟ الامبيسيلين امتصاصه مش حلو. طيب ده بالنسبه للابزوربشن. ديستريبيوشن يعني ايه؟ ديستريبيوشن يعدي البرين بارير ولا لا؟ برافو عليك. يعدي لو انفليم يعني عالي بلنجايتس ان شاء الله. طيب يعدي بلاسنتال بارير اكيد، بس فيري سيف. هو في ناس بتفسر السيفتي بتاعته ان هو بيشتغل على حاجه موجوده في البكتيريا مش موجوده في البني ادم، جايز يكون ده السبب مش كده؟ السيلول. يبقى هو من الادويه اللي تحطها في دماغك كده وانت بتكتب الحوامل دواء بنسلين ده دايما مفيش منه خطر. طيب ماسك على بلازما بروتين ما تهمناش، ملوش سبيسيفيك ديستريبيوشن برضه، ملوش حته معينه يروح يتركز فيها. اللي يهمني بقى الفيت بتاعه، وركز عشان الام سي كيو. كمجموعه على بعضها كده البنسلينز بيحصل لهم اكسكريشن ان تشينجد ان يورين. ده جنرال رول مش كده؟ فهمت منها ايه؟ يعني اليو تي اي. وخلي بالك لو في مشاكل في الكيد ساعه البنسلين سيف، لكن برضه ممكن لو حصل منه ان هو عالي مستواه زياده يعمل مشاكل. طيب انت فاكر الدواء بينزل في اليورين بكام طريقه؟ في طريقه باسيف اسمها فلتريشن، صح؟ وفي طريقه اكتف، اكتف تيوبولار سيكريشن مش كده؟ البنسلين بينزل تقريبا كله باكتف تيوبولار سيكريشن، يعني محتاج كارير. برافو عليك. او يسموه ترانسبورت سيستم. طيب زمان في الجنرال كده كان في كارير بيشيل الادويه الاسيديك وكارير بيشيل الادويه البيزك، ده ليه كارير وده ليه كارير. وكان في دواء اسمه البروبنسيد. انا فاكر يعني من الحاجات اللي انا فاكرها من المرات القليله اللي شرحنا فيها مع بعض، يحصل ايه لو حطيت بنسلين مع البروبنسيد؟ الاثنين اسيدك مش كده؟
هيتخانقوا على ايه؟ على الكارير. الافينيتي بتاعت البروبين سيت اعلى، فهو اللي هيتشال وهينزل هو في اليورين ويفضل البنسلين في البلد. ميزه ولا عيب دي؟ ميزه طبعا عشان انت عملت برولونجيشن. فهمنا يا جماعه؟ يعني لو سالتك برضه عشان يبقى سؤال امتحان، addition of probenicid to penicillin مثلا prolongs the duration of action، صح ولا غلط الكلمه دي؟ صح. وهيفسر لي بقى ان دول ادويه اسيدك بيكومبيت مع بعض على الترانسبورت سيستم، والبنسلين بيفضل ريتين البلاد فالديوريشن بتاعته بتزيد. الاستثناء بقى بتاع البنسلين هيتحفظ عشان الام سي كيو ده، واسمه ناف سيلين. الناف سيلين ده بينزل في البايل. ايه بقى قصه اللي ينزل في البايل دي؟ انتيرو هيباتيك. كويس، هتلاقيه يمكن ديوريشن اطول. الاهم من كده هيعالج كويس قوي انترايتس وكوليسيستايتس، والاهم من كده بقى عشان سؤال الام سي كيو، وي دو نوت نيد تو ادجست ذا دوز. مش محتاج ان انا لو عندي كيدني امبيرمنت انا اظبط جرعتي، لان الدواء ده معتمد على بايل وينزل بعد كده عن طريق الستولز. يبقى ده بالنسبه للجزء بتاع الفارماكوكاينيتكس. طبعا على فكره الكاينيتكس مهمه، يعني انا برضو مش قادر افهم النظريه قوي ان انا اجي على دواء وما ذاكرش الكاينيتكس بتاعته او ما اسالكش في الكاينيتكس. يعني طبعا خير وبركه في الاخر. يعني الاكتيفيتي بتاعت البنسلين مش هنقولها تاني بقى، اللي هي صفحه 319. عرفت يعني ايه نارو، وعرفت يعني ايه برود، وعرفت اكستندد. المربع اللي في النص، اللي في نص الصفحه ده، ده بيجي ساعات جيف ريزون. تعرف ان في عندنا مشكله في كتير من البنسلينز لما بيتالكتاميز سنسيتيف، مش كده؟ ما يقدروش يعالجوا الانفكشن البكتيريا اللي بتطلع بيتالكتاميز. فكروا يعملوا ايه بقى؟ طلعوا مجموعه من الادويه عباره عن بيتا لاكتام رينج، ادويه فيها هي نفسها دي كونتين ا بيتا لاكتام ستراكشر، احطهم مع البنسلين ان هم نفسهم ما يقدروش يعالجوا انفكشن. الادويه دي لوحدها كده كانوت تريت انفكشن، شغلهم كانتي بكتيريا ضعيف جدا، لكن احطهم مع البنسلين فيحصل ايه بقى؟ يحصل حاجه مؤثره جدا، يضحوا بنفسهم عشان يحموا البنسلين. فهمت يا؟ فهمت قصدي ايه؟ يعني انا بحط بنسلين في بيتا لاكتام، صح؟ وبحط عليه مركب تاني في بيتا لاكتام رينج. يجي البيتا لاكتاميز يمسك في البيتا لاكتام بتاعت الدواء التاني مش البنسلين، ويعمل يعني يحصل بينهم حاجه اسمها الريفرسبل بوند. فالدواء التاني ده هيتكسر ويضحي بنفسه خلاص، لكن البيتا لاكتاميز مش هيكسر البنسلين. فيقولوا عليه على فكره كلمه معبره قوي، يقولوا عليه سويسايد انهيبيتور. سويسايد انهيبيتور يعني كانه موت نفسه او ضحى بنفسه عشان يحمي البيتا لاكتام بتاعه البنسلين. وخلي بالك ما بيعالجوش انفكشن لوحدهم، لازم احطهم مع البنسلين او سيفالوسبورين. مين هم بقى؟ اشهر واحد ظهر ده اسمه كلافيولانيك اسيد. كلافيولانيك اسيد ده مشهور قوي، بيتحط مع الاموكسيسيلين، وين ده اعتقد كلكم سمعتوه، اسمه الاوجمنتين او الاوجمنتين، مشهور قوي من الاسامي التجاريه المشهوره قوي. يعني ممكن احط في دواء تاني ظهر اسمه السالباكتام، سالباكتام يتحط مع الامبيسيلين، ده اسمه يوناسين. دي اسامي عباره عن كومباينيشن. فبرضه توقع كده جيف ريزون، كلافيولانيك اسيد از ادد تو اموكسيسيلين ان تريتمنت اوف ستاف انفكشن. عرفت الاجابه بقى؟ اقول ايه؟ هقول ان الاموكسيسيلين ده رغم ان هو برود سبيكترم باكتيريسايد مش عارف ايه، لكن بيتا لاكتاميز سنسيتيف، بيبقى كانوت تريت انفكشنز كوزد باي بيتا لاكتاميز برودوسينج بكتيريا. وفسر بقى فكره الكلافيولانيك اسيد انه بيعمل ايرريفرسبل بوند او ايرريفرسبل بايندنج للبيتا لاكتاميز انزيم، فبروتكت البنسلين اجينست ديستركشن. يبقى ده من الحاجات خلي بالك منها بقى، لو سؤال الجيب ريزون ده انت وانت بتذاكر كده يمكن بالسنس كده تحس ان في حاجات ممكن تتسأل فيها. من حد من اساتذتنا بيسال في الشفوي سؤال بيقول لك هاو تو تريت بيتا لاكتاميز برودوسينج بكتيريال انفكشن، ازاي اعالج الانفكشن اللي سببها بيتا لاكتاميز برودوسينج بكتيريا، ستاف بقى او مفرس او اي كائن كان بقى. في عندنا طريقتين، فاكر مجموعه كان اسمها البيتا لاكتاميز ريزيستنت بنسلين، مش كده؟ اللي هي الاوكسا، اي طريقه. والطريقه الثانيه ان انا احط
مع البرود سبيكترم او مع الاكستندد سبيكترم بنسيلين احط معاه حاجه من البيتا لاكتاميز انهيبيتورز اللي هم السويسايد انهيبيتورز دول. ثيرابيوتيك يوزز. حد بيسال حاجه؟ اه اتفضل. طب ازاي كده يتميز الفرق ما بين اللي هو هي افينيتي؟ الحقيقه هي كيميكال اتراكشن بقى. كيميكال اتراكشن. فاكر قصه الاوكزينز في علاج الاورجانو فوسفورس كومباوند؟ مش فاكرينها. هي فكره انك بتدي حاجه الماده بتحب الفوسفيت كويس، والفوسفيت موجود هنا وموجود هنا، بس هي في نوع من الافينيتي انا الحقيقه ما اعرفش تفسيرها برضه عشان ما بقاش بفتي، لكن هو بيقال ان في هاير افينيتي البيتا لاكتام، او جايز تكون البيتا لاكتام رينج دي اكسبوزد بتاع الدواء الثاني، يعني اسهل ان يوصل لها، واخد بالك؟ ومفيش على فكره على حد علمي يعني كتب الواحد بيبص فيها مفيش حد قوي بيقول لك هو ليس، طبعا سؤال يعني هايل بس انا ما اعرفش اجابته الحقيقه وما لقيتش اجابته والله كتير قوي في الكتب بتاعتنا. هو الدكتور بيسال هو ليه ساب البيتا لاكتام رينج بتاعت البنسلين ومسك في البيتا لاكتام بتاعت المشكله بتاعت الدواء اللي انا حطيته ده. هي كل التفسيرات اللي بتقول لك هاير افينيتي ان البيتا لاكتام رينج اللي انت حطيتها دي الانزيم يمسك فيها بشكل يمكن البوند اقوى، يمكن الريفرسبل زي ما قلت لك فما يفكش منها تاني، واخد بالك؟ فبيفضل هو كانه بقى وان يونت، البيتا لاكتاميز مع الرينج الجديده دي بقت حاجه واحده، بحيث الانزيم ده ما عندوش قدره انه يكسر الجزء بتاع البنسلين. الثيرابيوتيك يوزز هتتقري بسرعه كده بقى، ده مش سؤال امتحان نظري مش كده؟ وهتعرف بقى ان الموضوع سهل بقى، فيه بروفيلاكسز وفيه تريتمنت وتريتمنت على حسب اوكساسيلين. مش هتفرق قوي يعني مش هنستفيد حاجه قوي، الاوكساسيلين بطبيعته بيتا لاكتاميز ريزيستنت، فلا بيتحط دايما مع دواء يا برود يا اكستندد سبيكتروم ولايبل ان هو يبقى ديسترويد باي بيتا لاكتاميز، يعني يكون بيتا لاكتاميز سنسيتيف. الاستعمالات بقى قراءه رشيده كده ان شاء الله في البيت. الحته المهمه الفضائل ما حصلش الحمد لله لحد السنين ما حصلش اكسبشن. بالظبط. بس انا بنسى بقى فبقول كتير معلش انا اسف والله، فبالطبع ده حاولت اتعالج على فكره في الفتره اللي عدتها في البيت دي ان انا ما اكررش كتير وما اقعدش ارغي و عايزين ترغوا ولا ايه؟ احنا عايزين كله؟ بص الانتي بايوتكس هو على حسب السكيم بتاع الامتحان ده الأسئلة الثمانية زي ما قلت لك هتلاقي اللي لايف واللي انا اتسئل فيه في الانتي بايوتيك في النظري الجزء بتاع الميكانيزم بيعمل ايه في البكتيريا والادفيرس افكتس. الادفيرس افكتس هتتحفظ عن ظهر قلب صح؟ البنسلين ادفيرس افكتس الحاجات اللي فيري كومن في الامتحانات. بص انا مش عايز برضه اصدمك قوي بس في ناس مثلا انت واخد بالك هم تسعة ادفيرس افكتس مش كده في البنسلين، لو انت كاتب 8 ومش كاتب الرجي ممكن ما تاخدش حاجه خالص، ممكن يعني واحد ايده تقيله شويه. هي الفكره ايه بقى؟ ان اسوأ عيب في البنسلين هو الرجي، وعلى فكره البنسلين يعني considered a safe antibiotic يعني ما بيعملش بلاوي زي اللي جايين. هو كل مشكلته في الالرجي رياكشن. لو جانا الالرجي بقى نكتبها ان شاء الله زي ما هي مكتوبه كده. تعرفين طبعا الالرجي غالبا بيبقى سببها ان البنسلين اللي اتكسر تحول لحاجه اسمها بنسيلويك اسيد، بيطلع انزيم كده من البكتيريا اسمه امايديز بيحول البنسلين لماده اسمها بنسيلويك اسيد. البنسيلويك اسيد بيقال ان هي مش انتيجن، انها هابتن. يعني ايه؟ يعني هتمسك في سيلف بروتين وتغيره مش كده؟ فبدا يحصل الرجيك رياكشن. اشكال الالرجي بقى بتاعت البنسلين هي هيحصل انتيجين انتي بودي رياكشن وهيستامين ريليز، فانت متوقع ايه اعراض الالرجي؟ متوقع سكيد راش مش كده؟ متوقع ارتكاريا العيان يهرش، متوقع ممكن حتى فوتو سنسيتيفيتي صح مش كومن قوي لكن ممكن، متوقع حاجات اسوأ بقى، متوقع انجيوميوراتيك اديما العيان يورم بقى كده ولو جت على اللارينكس ممكن يتخنق، متوقع اسوأ حاجه انافيلاكتيك شوك. وعلى فكره الالرج زي ما انتوا عارفين من زمان ما هياش دوز ديبندنت،
بس كل ما كان الدواء تركيزه عالي الاعراض تزيد. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني انا هيجي لي الرجي لو اخذت قرص امبسيلين، لكن يجي لي الرجي اسوء قوي لو انا اخذت حقنه بروكين. يعني اعراض الالرجي بتختلف، لكن الالرجي في كل الحالات ما هياش لها علاقه بالجرعه. انا في لايكتك شوك افكرك بقى ان شاء الله كده ان اللايف سيفنج دراج فيها ادرينالين، حاجه اسمها فيسيولوجيكال انتاجونيزم لو فاكرين، ده بيقلل البلد بريشر، ده بيعليه، ده بيداين برونكاير، هو الهستامين يعني مع الادرينالين. كتاب القسم كاتب ازاي نافويد ان يحصل الرجيك رياكشن، انك تسال العيان، طبعا ده لا يعتمد عليها خالص في مصر بالذات، يعني قال له جالي وهو ما جالوش او ما جالوش وهو عنده جوه، يعني هيسوحك. الحاجه اللي تعتمد عليها بقى ان انا اعمل تيست انتروديرمال سكين تيست، احقن البنسلين انتروديرمال واشوف الرياكشن كده في انديوريشن وقد ايه، اعرف من عندي اليرجيك تو بنسلين. لو كان اليرجيك للبنسلين نيفر ري يوز بنسلين، لو عرفت خلاص ان هو عنده اليرجي اوعى تعيدها تاني بقى. هو هنا بس زي ما قلت لك نفكرك بعلاج الانفلاكتيك شوك ادرينالين وكورتيزول وانتي هيستامينك. في حاجه اسمها كروس اليرجي، يعني شويه اوعى عشان ما ضيعش وقت، بس انا اليرجيك للبنسلين لو اخدت دواء شبهه في الكيمياء احتمال يجيلي نفس الاعراض مع اني اول مره اخده. يعني انا قالوا لي ان انا عندي اليرجي للبنسلين، فالدكتور كتب لي سيفالوسبورين، انا اول مره اخد سيفالوسبورين لقيت جالي نفس اعراض الاليرجي. السبب ايه بقى؟ كيميكال سيميلاريتي، مش كده؟ هم شبه بعض في من بيتا لاكتام واحتمالات ان يحصل كروس اليرجي. بيقال انها بتحصل من 5 ل 10% من البني ادمين اللي عندهم حساسيه للبنسلين. 5% من اللي عنده اليرجي للبنسلين يجي له حاجه اسمها كروس اليرجي لو اخذ سيفالوسبور. نمره 2 الحقيقه دي حاجه من الحاجات يعني تاريخيه، يعني ما اعرفش الحقيقه لسه ليه موجوده في الكتاب. كل مره بسال الطلبه هو لسه في سيفلس في العالم يعني ولا ما فيش؟ عندكم فكره؟ في حالات سيفلس؟ كان عنده فيش يعني ما اعرفش، بس اعتقد من زمان قوي قالوا لنا السيفلس ده خلص يعني. بسيط؟ طيب. طيب هما زمان بقى لما كانوا بيعالجوا السيفلس كانوا بيدوا جرعه كبيره جدا جدا من بنسلين اول مره. يدوا من بنزايل بنسلين ده 1,200,000 وحده، جرعه فخمه كده. كويس؟ العيان ياخد جرعه البنسلين ده يجي له اعراض شبه الالرجي. يعني يسخن، يورم، يهرش، كانها الرجيك رياكشنز. بس هي مش الرجيك رياكشنز. عرفت ازاي؟ هي شبه القلب بس هي مش قلب. ليه بقى؟ لان انا قبل ما ادي الجرعه الكبيره من البنسلين عملت ايه؟ عملت تيست وعرفت ان هو مش الرجيك فديته. الاعراض دي عباره عن ايه بقى؟ الاعراض دي عباره عن رياكشن تو ديد تريبونيما باليدم. تعرف السيفلس بيجي من حاجه اسمها تريبونيما، مش كده؟ لما تدي جرعه البنسلين الفظيعه دي التريبونيما عدد مهول بيموت، فلما يموت يطلع الكونتنتس بتاعت التريبونيما دي تعمل رياكشن كانه قلب. مفهوم يا جماعه؟ طيب هي لو كانت الرجي ما كنتش استعملت البنسلين تاني، لكن في الحاله دي هكمل بالبنسلين عادي خالص. اشمعنى؟ عشان مش الرجي وعشان مش هتحصل تاني، لان غالبا انت موت اكبر عدد ممكن من التريبونيما، فصعب قوي ان الرياكشن ده يحصل مره تاني. مفهوم يا جماعه؟ الرياكشن ده اسمه كده، اسمه يارش هيركسايمر رياكشن. هم غالبا اتنين صحاب او قرايب او حاجه يعني، وغالبا بقى المان سويديين نراجوا اي حاجه يعني من الحته اللي فوق دي. اكتشفوا ان اول جرعه من البنسلين في علاج السيفلس بتعمل الرياكشن ده، فسموه كده يارش هيركسايمر رياكشن. هو على فكره علاجه برضو كورتيزول وانتي هيستامينكس، علاجه مش فارق كتير، ده رياكشن شبه الالرجي قوي. العيب نمره 3 اللي هو الدايريا، هيحصل كتير قوي مع الادويه اللي هي انكمبليتلي ابزوربد زي الامبيسيلين، ويبقى سببها غالبا السوبر انفكشن. خلي بالك بقى ان السوبر انفكشن دي سببها حاجه من الاثنين، يا اما فانجل انفكشن اللي هي الكانديدا البيكانز دي، ودي علاجها دواء اسمه نيستاتين، دواء بيتاخد اورال، يبقى عباره عن جيل كده او دروبس بيتاخد اورال. لو هي مشكلتها بقى اللي هي سودو ممبرس كولايتس بيبقى سببها يا كلوستريديا ديفيسيل يا اما ستاف، ودي علاجها اورال مترونيدازول او اورال فانكومايسين. على فكره النيستاتين والفانكومايسين ار نوت ابزورب اورال، ومع ذلك انا اخدتهم اورال عشان انا بعالج ايه؟
يعني لوكال انفكشن كانه لوكال بالظبط. فاهمين قصدي؟ يعني ساعات بدي انتي بايوتيك اورال وانا عارف ان هو لا يمتص، بس يبقى هدفي بقى ساعتها ان انا اعالج حاجه لوكالايز للجي اي دي. يبقى ده بالنسبه للجزء بتاع الدايريا. السي ان اس اريتيشن ساعات بيعمل سيجرز، ساعات البنسلين يعمل تشنجات هي مش كومن، لكن بيقال انها بتحصل لو اديت لارج دوز. وبص كده كاتب جنبها، لا مش كاتب، انا كنت اقول لك بقى لارج دوز اسبيشالي لو في رينال امبيرمنت. وصلت؟ ايه بقى اشمعنى لارج دوز ورينال امبيرمنت؟ مش عارفين التخلص من الدواء. البنسلين بيعتمد مينلي على رينال، فلو كيدني مش حلوه كان اللارج دوز دي بقت توكسيك دوز. او لو اتاخد انتروثيكال، عارفين يعني انتروثيكال؟ يعني احقن في السي اس اف في علاج ايه؟ مننجايتس. ما هو البنسلين بيعدي، بس احيانا بقى ببقى الانفكشن عنيف فبضطر ان انا زي ما اكون بعالج لوكال بقى، يعني كاني بوصل البنسلين بايدي للسيريبرو سباينال فلويد، فبيتحقن بحقن ساعتها انتروثيكال. النقطه نمره 5 دي على فكره من الحاجات الكومن قوي، بالذات الانفكشن بقى اللي احنا عمالين ندي فيها بنسلين ونزود جرعات ومش قلقانين بقى ان هو ما بيعملش مشاكل. ابص الاقي العيان دخل في هايبر ناترينيا او هايبر كاليميا، يعني صوديوم زياده او بوتاسيوم زياده، لان البنسلين بيتصنع على شكل ملح، يعني بنسلين صوديوم او بنسلين بوتاسيوم. فلما تدي جرعات كبيره من الدواء كانك عمال تدي صوديوم او تدي بوتاسيوم. مين العيان بقى اللي معرض اكتر من غيره؟ هو طبعا اللي هيتعب قوي من الهايبر ناترينيا اللي عنده هارت فيلير، مش كده؟ والهايبر كاليميا هتعمل له شويه براديكارديا وممكن توقف القلب. بس انا اقصد اني عيان معرض للهايبر ناترينيا والهايبر كاليميا اللي عنده رينال امبيرمنت، نفس الفكره مش كده؟ مش عارف يتخلص من الدواء ومش عارف حتى يرمي الصوديوم والبوتاسيوم، فبالتالي ده معرض اكتر بالذات الهايبر كاليميا دي، تبقى خطر قوي لو في رينال امبيرمنت. ده بالنسبة للعيب نمرة 5. البنزاتين بنسلين اللي قلت لكم عليه بتاع روماتيك فيبر ده عيبه ان هو very painful، بيعمل irritation جامد قوي مع الحقن، وبيعمل induration بيعمل reaction. يعني تلاقي العيان جيلك كده بعد ما كان الحقن حاجة مكلكعة كده، دي اسمها induration. طبعا لو قلت لك انها بالاي مش بالاي هتزعل مني، بس مش مشكلة. الامبيسلين بقى ده سؤال الدكتور عبد الرحمن النجار برضو. الامبيسلين may induce rash صح؟ اسباب الراش ايه بقى؟ يعني الامبيسلين ممكن يعمل راش في حاله من الحالات الاتيه، في حاجه متوقعه انها تكون الرجي كويس. الحاجات الثانيه بقى واللي معظمها حاجات يسموها فايندنجز ملهاش تفسير قوي، يكون العيان عنده فايرال انفكشن، حاجه اسمها انفكشس مونونيوكليوزس. المرض ده مرض شبه مليون دواء فايرال، حرارة ومش عارف فتيج ومسل ايك وليمفادينوباثي، شبه مليون مرض. لو اديت الامبيسيلين في العيان ده يطلع راش، يطلع على الجلد راش 100%. استفدت منها حاجة دي؟ هو الامبيسيلين هيعالج الفيروس؟ لا، الامبيسيلين ده انتي بكتيريا مش كده؟ امال هعمل بيه ايه؟ دايجنوستيك. يعني الامبيسيلين هنا is used as a diagnostic drug عشان اشخص بيه infectious mononucleosis. لو جاء وقت ليك انت كده وانت قاعد في ساعة سفر بعمرها ما بتيجي دي، فكر في الادوية اللي عدت عليك اللي بتتاخد فور دايجنوزس، ادوية بتتاخد فور دايجنوزس. لو ما جاتش بقى ساعة السفر خلاص انت عملت، لا يقول لك نفسي لو ساعة ما جاتش ساعة السفر اعمل ايه بقى؟ بس خلينا في الامبيسيلين ده عرفنا بيشخص infectious mononucleosis. الحالة اللي ممكن يعمل فيها برضو راش حاجه اسمها لوكيميا، يعني كلكم عارفين طبعا لو انا عنده لوكيميا واخد امبيسلين لازم هيطلع له راش، او يكون بياخد اللوبيورينول. اللوبيورينول ده عباره عن صح زانثين اوكسيديز انهيبيتور، بيمنع تكوين اللوريك اسيد. ده بالنسبه للراش. يبقى لو دكتور عبد الرحمن سالك بقى امتى الامبيسلين يعمل راش، يبقى احتمال الرجي، احتمال مش دايما في كل الناس حسب، لكن مؤكد يعملها لو في infectious mononucleosis او لوكيميا او بياخد اللوبيرينول. خلاص الميثيسيلين ده عرفت ان هو لا يستخدم في الطب عشان بيعمل مشكله الاكيوت انترستيشال نيفرايتس، وقلت لكم ان الكاربينسيلين بيعمل بليدنج عشان بيعمل ما يسمى بالبليتليت ديسفانكشن. طيب هو ده اكبر حاجه بقى ان شاء الله تعدي علينا، معلش يعني ايه طولنا فيها شويه، بس الباقي كده ان شاء الله سهل. احنا جايين النهارده ناخد انتيبيوتكس ونروح، او ما نروحش بقى يعني. السيفالوسبورينز
انت عارف عنها على الاقل يعني 3 4 معلومات. دي ار بيتا لاكتام انتي بوتكس. يبقى ايه بقى؟ يبقى فيهم بيتا لاكتام رينج صح، ودي ار بكتيريسايدال وبيشتغلوا بنفس الميكانيزم بتاع البنسلين. مش هقوله تاني صح ولا اقوله؟ طب حد يقوله يعني حتى باينس تو سبيسيفيك بنسلين. على فكره سموه حتى ساعات بنسلين باينينج بروتين حتى مع سفيرسبورين. يبقى بيمسكوا سبيسيفيك بنسلين باينينج بروتين، فسهم كده انيبيشن اوف ترانسبورتيز، فسهم انيبيشن اوف كروس لينكينج اوف بتيروجلايكان، فسهم انيبيشن اوف سيل وول سينثيسيس. وبعدين ماتت ازاي بقى الله يرحمها؟ اوزموتيك بريشر والانبيشن اوف ووتر ورابتشر. على بيشتغل على ريستنج بكتيريا ولا جروينج؟ لازم تكون اكتف جروينج بكتيريا. سيبك بقى من السيفالوسبورينز، الحته اللي في الاول دي كده قراءه. هما مور ريزيستنت تو بيتا لاكتاميز. والبنسلينز اخبارهم ايه؟ ريزيستنت تو بيتا لاكتاميز ولا مش ريزيستنت؟ في كده وفي كده ان شاء الله كله موجود. المجموعة دي more resistant عن البنسلين to بيتا لاكتاميز، ودي ميزة يعالجوا الستاف أحسن من البنسلين. بيعالجوا إيه بقى الاسبكترم بتاعهم؟ بيعالجوا كل حاجة، يعني يعالجوا جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، وفي بعضهم بيعالج أنيروبز. بس في ثلاثة ما بيشتغلوش عليهم، الميرسا. الميرسا دي علاجها إيه؟ أكيد من المايكرو عارفين، فانكومايس غالبا هو الدراج يعني اللي بيظبط الدنيا، وحاجة اسمها كلوستريديم ديفيسيل. دي عادة تعليم شوية دي سوبر انفكشن، دي علاجها ايه؟ فانكومايسين اورال او مترونيدازول اورال، وحاجة اسمها انتيروكوكاي اللي هو يسموها ستريبتوكوكس في كالس ساعات بتعمل اندوكارديتس. ما بيعرفش السيفالوسبورينز يعالجوها. طيب كلاسيفيكيشن، هو فيه في الامتحان سؤال نظري اسمه كلاسيفيكيشن. طيب ما انا نعمل فيها ايه دي بقى؟ لا احنا مش هنقدر نفكسها الحقيقة برضو، لان هي في الام سي كيو ممكن وفي النار في الشفوي، بس دي هتتقري كده وهتتحل عليها اسئله. انا هقول لك بس الـ يعني يسوي التريك بتاعه قصه الكلاسيفيكيشن. هم قسمهم للاربع جينيريشنز، وفي على فكره كتب ما بتعترفش بالجيل الرابع، يقولوا ان هم ثلاثه بس احنا مالناش دعوه بقى، هو اربعه يبقوا اربعه. على اساس ايه بقى بيقسموها؟ اول خاصيه شغلهم على البكتيريا، بيشتغلوا على ايه؟ هقول لك بطريقه سهله كده. الجرام بوزيتيف هم كلهم بيشتغلوا على الجرام بوزيتيف كويس، بس بيقل نشاطهم على الجرام بوزيتيف من الاول الى الرابع. يعني ايه؟ يعني لما اجي اعالج جرام بوزيتيف بستعمل انهي جينيريشن؟ اول او الثاني؟ الثالث والرابع مش حلو عليه كويس. الجرام نيجاتيف العكس. يعني ايه؟ يعني لما اجي اعالج جرام نيجاتيف انفكشن بسيفالوسبورين استخدم ايه؟ الثالث او الرابع؟ ما على فكره شبه بعض جدا، الثالث والرابع، لكن الاول والثاني مش حلوين. فهمنا؟ يبقى قسموهم على حسب الاكشن على البكتيريا، وكله بيشتغل على كله، يعني الاربعه بيشتغلوا على كل حاجه. بس لو انت دكتور شاطر بقى وعايز تعالج جرام بوزيتيف انفكشن يبقى عندك فيرست او سكند، عايز تعالج جرام نيجاتيف يبقى ثيرد او فورث. الخاصيه الثالثه بيعدوا ولا ما بيعدوش البلاد برين بارير. تفرق معاك في الانتي بايوتكس طبعا، هي مش حواديت، هي تفرق عشان الانجايتس. الجيل الاول ما بيعديش البلاد برين بارير، الجيل الثاني ما بيعديش البلاد برين بارير، ما عدا دواء هيتحفظ عشان ام سي كيو اسمه سيفيروكسين. الجيل الثالث والجيل الرابع يعدوا البلاد برين بارير. سهله. الخاصية الأخيرة بقى resistant to beta lactamase بتزيد في هذا الاتجاه. يعني ايه؟ يعني كلهم resistant أحسن من البنسلين، بس الأول less resistant عن التاني، والتاني أقل من التالت والرابع. يبقى أقوى مجموعة تعالج البيتا lactamase هي التالت والرابع. الأول والتاني يعالجوا بس أقل شوية. يبقى هي دي الحاجة اللي عشانها قسموا مجموعة السيفالوسبورينز بالطريقة دي. كتاب كاتب اسامي كتير قوي، انا عايز اطمنك بقى ان شاء الله في الامتحان النظري انت مش هتسير على اسامي خالص، مش بس في الانتي بايوتكس. يعني محدش هيقعد يقول لك سمع لي بقى وقول لي امثله ادويه لا، هو السؤال يا اما بيجي على مجموعه يعني زي سيفالوسبورينز مثلا، يا اما يجي على اشهر دواء في مجموعه بروبرانولول.
احد اشهر واحد في البيتا بلوكرز كده، يجي على اسبرين، يجي على باراسيتامول، يجي على مورفين، يعني يجي على اسم دواء او يجي على المجموعه بنزودايزيبينز مثلا. مش هيقعد يقول لك بقى كلمني مين بيشتغل فين ومين بيعمل ايه، لا هو سؤال نظري بيبقى سهل قوي. هي مشكله الاسامي دي بقى في الام سي كيو، وبرضه مش بالصوره اللي انت متخيلها. انا هقول لك ان شاء الله احنا ماشيين كده الاسامي اللي غالبا بتتكرر في الام سي كيو، هو حتى تلاقي في الكتاب هو قايلها. يعني الفيرست جينيريشن، خلاص احنا قلنا بقى اللي انا فهمته منه. فهمت ايه من الفيرست جينيريشن ده؟ فيري اكتف على الجرام بوزيتيف، ولس على الجرام نيجاتيف، ما بيعديش البلاد برين بارير، وريزيستنت تو بيتا لاكتاميز بس اقل من الباقي. الاسم اللي ممكن يتكرر شويه كتير بقى في الام سي كيو، بص هو في عندنا سيفاليكسين وسيفابروكسيل وسيفرادين والكلام ده كله، يعني ما اعتقدش ان هم فيهم مشكله قوي. هو بس اللي بيتكرر شويه على اعتبار انه بيتاخد اورال وبارنترال هو السيفرادين. السيفرادين اللي هو مكتوب ثالث واحد في الاورال، ده بيتاخد اورال وبارنترال، اللي هو الفينوسيل في السوق لو انت سمعت عنه يعني. السكند جينيريشن خلاص برضو عرفت عنهم كل حاجه. اللي هنحفظه فيهم طبعا هو السيف يوروكزيم، سيف يوروكزيم عشان ده اللي بيعدي البلاد برين بارير. وهتلاقي في النقطه نمره واحد مكتوب ده اسمه سيفوكسيتين. سيفوكسيتين احفظوا ده عشان ده اقوى واحد بيعالج الانيروبز. يبقى عشان معلش بقدر الامكان في الام سي كيو يعني نحاول نلم الدنيا. السيف يوروكزيم ده مهم عشان الوحيد اللي بيعدي البلاد برين بارير فيعالج مننجايتس من الجيل الثاني، والسيفوكسيتين ده اكتر واحد بيعالج الانيروبيك انفكشن حتى يمكن في كل المجموعات. لما مكتوب اورال وبارنترال بقى خلاص احنا عرفناهم مش كده. الثيرد جينيريشن عرفت التالي ان هو مينلي جرام نيجاتيف مش كده، اقل شويه عن جرام بوزيتيف، بيتا لاكتاميز ريزيستنت، وبيعدي البلاد برين بارير. هنا الحقيقه في اكتر من دواء ممكن يتقالوا. يعني السيفوتاكزيم ده انا لاحظته في سؤال ام سي كيو، السيفوتاكزيم اللي هو اول واحد في البارنترال. ده السؤال اللي عليه ان هو جزء منه ميتابولايزد باي ذا ليفر وجزء منه بينزل في اليورين، يعني ده بارشل ميتابولايزد وبارشل اكسكريتد. ده اكسبشن شويه، هقول لك ان شاء الله الكاينيتكس دلوقتي. ده شويه مختلف ان هو جزء منه ليفر وجزء منه يورين، والليفر بيحصل له حاجه اسمها دي اسيتايليشن، بيتشال منه اسيتايل جروب. السيفترايكزون هيتحفظ، السيفترايكزون هيتحفظ لاكثر من سبب. اولا هو بيعدي طبعا بلاد برين بارير بشكل كبير قوي وكونسنتريتد ان بون. في ناس على فكره كانت دايما تكتبه بان هو 3 بي، حتى انت الكتاب اعتقد ان هو كاتب كده بخط بولد شويه. هو بيعدي البلاد برين بارير وكونسنتريتد ان بون، وده مختلف في الكاينيتكس في الاليمينيشن انه بينزل عن طريق البايل. الباقيين على فكره زي البنسلين، يعني بقيه السيفالوسبورنز الفيل بتاعهم اس بنسلين. فهمت ايه يعني اس بنسلين؟ بينزلوا باكتيف تيولر سيكريشن مش كده، ولو حطيت معاهم بروبنسيد يبقى بتطول شغلهم، ولو في لينا الامبيرمنت ظبط الجرعه وهيعالجوا يو تي اي. اللي مختلف شويه في القصه الدواء اللي قلناه من شويه اللي هو سيفوتاكزيم، اللي هو نص كده تقريبا ونص يورين ونص كده ونص ليفر، والدواء اللي بنسميه سيف ترايبزون خلي بالك منه عشان ده معتمد تماما على الرينال على البيجر اكسكريشن. السيفوبيرازون شبه اللي فات قوي، يعني حطه كانه 3 بي، هو مش صح قوي لكن عشان تختصر يعني السيفوبيرازون اللي تحت السيف ترايبزون برضه كونسنتريتد في البون، وبرضه بيعدي كويس البلاد برين بارير، صحيح اقل شويه لكن بيعدي، وبرضه بيبقى معتمد على بيجر اكسكريشن. يبقى الاثنين دول اخبارهم ايه بقى لو في لينا الامبيرمنت؟ السيفترايكزون والسيفوبيرازون مش محتاجين دوز ادجستمنت. فاكر مين في البنسلين كان مش محتاج؟ الناف، صح الناف سيلين. وعلى فكره مش عيب والله انت بتذاكر انت تجمع مع نفسك كده، يعني بينزل في البايل مش محتاج دوز ادجستمنت. طبعا الوقت انا عارف ما بيسمحش قوي لكن يعني لو قدرت. السيفتازيدين ده ما فيهوش حاجه مهمه. يبقى انا عرفت هنا السيفوتاكزيم والسيفترايكزون والسيفوبيرازون.
الفورث جينيريشن اشهر واحد فيهم ويقال ان هو الوحيد يعني في بعض الكتب اسمه سيفي بيم. سيفي بيم فلو اخذت بالك كله بيتاخد اورال او بارنترال ما عدا الجيل الرابع بيتاخد بارنترال بس. يعني ده فرق يمكن شويه ان كل الاجيال من اول للثالث كان بيجيبن اورال او انجكشن. الجيل الرابع ده هو يمكن الوحيد بس اللي بيتاخد فقط باي انجكشن. استعمالات تعال ماشي كده بسرعه وانت بتذاكر. حد يعرف يالف حاجه؟ استعمالات ال اولى تعالي دي هو بيشتغل ولا ايه؟ على كله قول بقى اللي انت عايزه مش كده؟ يعالج الستاف انفكشن صح؟ تعرف الستاف بتعمل ابسس واوستيومايلايتس بايجينيك انفكشن والكلام ده. يعالج ستريبت. ستريبت دي بتعمل غالبا ريسبيراتوري تراكت انفكشن. يعالجوا جرام نيجاتيف كوكاي. كونوريا ومننجايتس. بس في المننجايتس بقى ثالث ورابع صح؟ ما اقدرش استعمل الاول وما اقدرش استعمل الثاني ما عدا السيفيروزي. يعالجوا انيروبيك انفكشن. مش كده؟ يعني اي حاجه بقى تيجي على بالك يعالجوا رينال تراكت. كله هيطلع ان شاء الله صح. هو بس اللي فيكم ان شاء الله هيشتغل جراحه بعد كده بقى. مجموعه سيفيروسبورنز من اكتر المجموعات اللي تتاخد فور سيرجيكال بروفيلاكسيس. يعني يمكن معلومه مش مهمه قوي في الامتحانات لكن هي مهمه قوي بعد كده. دايما لما نيجي نعمل اي عمليه جراحيه ايا كانت عشان نحافظ على البوند بقى ما يحصلش فيه انفكشن غالبا بيدوا سيفيروسبور. كتير جدا من الدكاتره يدوا جرعه كبيره انترا اوبراتيف. يعني يجيبوا مثلا جرام كده 1 جرام من الانتي بايوتيك ويحقنوه جوه اوضه العمليات وخلاص. لو ان هو بيدي نتائج حلوه قوي على البريفنشن اوف ووند انفكشن او يعني سبوست سيرجيكال انفكشن. توكسيسيتي هتذاكر دي ولا هتتقلب؟ هتذاكر يعني عن ظهر قلب. اول واحده فيهم زي البنسلين الرجي. وتقريبا نفس الكلام ان الالرجي هتحصل بنفس الاعراض وان ما ينفعش اخد سيفيروسبورين تاني وفي كروس الرجي مع البنسلين والعلاج بتاعها كذا. نفس الكلام اللي اتقال. نمره 2 جي اي تي انفكشن او جي اي تي ديستربنس اسف وسوبر انفكشن صح. بالذات لو تاخد اورال لان هي دي مشكله لما بيعملوا سبريشن على الفلور. العيب نمره 3 ان هم فيري ايريتنت. هو ايه في البنسلين كان ايريتنت؟ بيوجعوا بنزاثين مش كده؟ السيفيروسبورنز تقريبا كلهم بيوجعوا في الحال. يعني سواء اديتهم انترا ماسكولار هيعملوا بين وانديوريشن، لو اديتهم اي في بيعملوا حاجه اسمها ثرومبوفليبايتس. اللي هو ايه؟ الفين السوبرفيشال فين ده يحصل فيه ثرومبوزس وانفلاميشن. فتلاقي الفين تحت ايدك كده عامل زي الحبل فيري بينفول بس بعد كده بيريكانلايز يعني الجلطة دي بتدوق والفين بيتفتح تاني. ده من العيوب المميزه قوي فيهم. العيب نمره 4 ده حط عليه علامه بقى ده ما يتنسيش. في ناس بتدور عليه كده في الاول نفرو توكسيسيتي. الدواء ده من الادويه اللي ممكن تعمل رينال امبيرمنت. تقريبا كل المجموعه زي بعضها يعني هو طبعا كاتب سبيشالي سيفالورودين لكن توقع ان كل مجموعه سيفالوسبورين يعمل. مكتوب تحتها بقى ان النفرو توكسيسيتي از اوجمنتد باي كونكرنت يوز اوف كذا. يعني ايه كونكرنت؟ مع بعض. طيب يعني احتمالات ان النيفروتوكسيسيتي بتاعت السيفيروسبورين هتزيد لو استعملت معاهم في نفس الوقت فلوزامايد او استعملت جنتامايسين. طب الجنتامايسين ده مفهوم. الجنتامايسين ده واحد من الامينو جلايكوزايد جاي ان شاء الله حالا معروف ان هو نيفروتوكسيك. السؤال بقى هو الفلوزامايد ده نيفروتوكسيك؟ هو ايه الفلوزامايد ده اصلا؟ لانور اشهر لوب دايوريتيك اللي هو اللازكس في السوق. هو نيفروتوكسيك؟ بالعكس ده الدواء ده بيتاخد لو انا عندي ضغط مثلا والكيدني بايظ. امال ايه بقى؟ برافو عليك. ده احتمال كبير قوي ان هو بيوسع رينال بلاد فيسلز فبيزود رينال بلاد فلو فيمكن يزود تاثير الدواء على الكيدني. فمين قصدي ايه يا جماعه؟ يعني اوعى تفتكر الفلوزامايد ده هو بنفسه نيفروتوكسيك. بالعكس بس يمكن لما اخده مع الدواء ده الفلوزامايد يزود تركيز الانتيبيوتيك على مستوى الكيدني فيعمل مشاكل اكبر. العيب اللي بعد كده السيف ترايبزون ويقال في بعض الكتب السيفوبيرازون اللي هو كان تحته في الكلام بيمسك مع الكالسيوم. هو الدواء ده بينزل في الباي مش كده؟ الدواء ده از اكسكريتد باي بيجر اكسكريشن
بيمسك في الكالسيوم اللي موجود في البايل، فيخلي شكل البايل كده او كان اترسم فيه حاجه كان تحول الى انسوليبل سولت يعني بتاعه البايل، ويقول عليها بيلياري سلادج، او يقول عليها في بعض الكتب بيلياري مد. عارف المد اللي هو عامل زي الطمي كده، او يعني حاجه مطينه بطين كده شويه. هو بيعمل كده، وده ممكن يعمل على المدى البعيد ستونز وقصه يعني. وبرضه ده سؤال الدكتور عبد الرحمن النجار، افتكر السيفت رايب زون ده هيدلعك دلع في الشفا ويا نهار ابيض ده دخلت فيه، تحاول تهرب. هو قاعد في الاوضه اللي على الشمال، لما تطلع اول السلم تلاقي في اوضه على الشمال كده في وشك على طول. لو لقيت الراجل السكرتير واخدك هو مش هيقول لك، هو هياخدك من ايدك كده ويقول لك تعالى معايا بس هقول لك حاجه كويسه وبتاع،